في ممارسة العمل الجمعوي في الحي العريق. هذه النواة تحمل اسم الحي الجديد، ولكن في نفس الوقت تحمل هموم الحي وانشغالاته الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية، ولهذا فهي أكثر من جمعية كما هو متعارف عليها، وترقى إلى منتدى يجمع جهود كل الجمعيات بالحي. فكانت التسمية منتدى الحي الجديد، فباسم كل أعضاء المؤسسين والمنضويين أرحب ترحيبا خاصا ومفعما بالاعتراف بالمنجزات المشهود بها في سجلات السادة الرياضيين المتواجدين معنا، كما أرحب بالسيدة فاطمة أشهبار ممثلة المجلس البلدي للعرائش، وأرحب ترحيب تقدير وامتنان بالشخصيتين المحترمتين الموقرين فاطمة الهواري وعبد القادر الوهبي.